وسبحان الله أحيانا يكون في تضييق الله على بعض العباد خير، بيكون فيه خير لك، بيكون فيه رحمة لك. أحيانا ربنا بضيق عليك، تلقاك زمن طويل نفسك تسكن لك في بيت منزل جميل، يقولك على الشارع ولا يقولك ناصية ولا الحاجات دي، زول تلقى نفسه يسكن في بيت زي ده والله ما يديه كله كله. ليه؟ يكون لي خير له، لأنه ربنا يعلم أن من الناس من لو أعطاه طغى وتكبر ويفسد عليه دينه بسبب شيء من الدنيا. عشان كده ربنا قال ولو بسط الله الرزق لعباده. ما في ناس إيمانهم تعبان، في ناس عندهم هوى، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. في ناس بيكفروا ويتكبر على الخلق. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده لطيف خبير بصير. عشان كده يا إخواننا قضية الرزق وجدت اهتماما عجيبا من أعظم الأحاديث التي لها أثر عجيب في النفس. قول النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس جبريل يعني نفث في روعي يعني في صدري أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها. عشان الزول يطمئن. شوف انت ما بتموت الا الرزق اللي ربنا كاتبه لك ده تكمله كله كله كله، ما بتموت الا تكمله. قال لن تموت حتى تستكمل رزقها وتستوعب اجلها. فاتقوا الله واجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، إنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. كلام عجيب. الليلة كثير من الناس يستبطئ الرزق. يستبطئ يعني شو؟ يقول لك يا أخي إحنا لنا زمن مفلسين، ما عندنا حاجة، الزول يمرق الشغل ويجي وتعبانين، والعيال والأسرة وحالنا مبشتن، وبيت ما عندنا، والناس راكبين سيارات ونحن ماشيين بالمواصلات وحالنا تعبان. يقول لك لأنه في ناس تاني بيشيلوا رزقهم ده بالحرام، نحن نمشي نشتغل زيهم. امشي يتكسب رزقه بحلال ولا بحرام ما يهمه، أصله ما يفرق معه. يا ناس الرزق ده الله بجيبه، وأحيانا أنت تستعجل تمش تطلب رزقك بالحرام والله أصلا رازقك. الرزق مكتوب وربنا سبحانه وتعالى مقدره، لكن يستعجل بعض الناس فيطلب رزقه بالحرام. وأيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به. واحدة من النساء من التقيات من السلف، زوجها طالع من البيت مش قادر يشتغل، قالت وصت وصية عجيبة، قالت يا فلان اتق الله وتكسب من الحلال فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. ده فهم عالي. أحسن لك تصبر على الجوع وتصبر على ضنك العيش وعلى اللقمة القليلة من الحلال، ما تمشي تتكسب بالحرام، تتكسب بالظلم وبأكل أموال الناس. وسبحان الله الآن صار الحلال في مجتمعنا قليل. صنوف الناس، صنوف الوظائف الموجودة تكسب الحرام وغش وخداع، بل بعض الناس يأخذ منك أموالا كثيرة باهظة وما يخدم لك أي شيء. موجود في المؤسسات وعند العاملين وعند التجار، ما يتحاشى كثير منهم من الحرام. تلقى المعاملات التجارية الليلة كثير من التجار يكون عنده سلع ببيعها في المحل بتاعه،
تكون انت داير منه ثلاثة أصناف من السلع، عنده صنفين بس، التالت ده ما عنده، بيبيع لك الثلاثة، يقول لك ايوه داير الثلاثة ديل، طيب ده بكده وده بكده وده بكده، يبيع لك الثلاثة، التالت ده يا دوب يمشي يجيبه من جاره والزميله في المهنة، يا دوب يمشي يجيبه ويجي يسلمك يقول لك دي الأصناف بتاعتك الثلاثة، باع لك حاجة ما بيملكها، ده بيع حرام. وأغلب الناس في السوق كلمك النصيحة شغالين بالطريقة دي، ده بيع حرام، حاجة ما بتملكها ما تبيعها. حتى لو أنت بتتعامل مع مصنع معين من المصانع أو مورد من الموردين والبضاعة أنت ما استلمتها، البضاعة لسه عند المورد هناك، أنت ما تبيع يا أخي، تبيع كيف؟ تلقى بيبيع عادي جدا وما عنده مخزنه فاضي، ما فيه طوال، يمسك يبيع لك، يا دوب يمشي يشتري. هذا بيع يسمى ببيع ما لا يملك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لي حكيم ابن حزام ولا تبع ما لا تملك. حرام يا أخي، تأكل أولادك بالحرام أسوأ من ذاك. ناس يتكسبوا ويأكلوا ويربوا أبناء من محلات للفجور والغنى، تلقى فاتح له صالة للأغاني للحفلات للمناسبات، والمناسبات ذاتها رقيص وغنى ونساء متبرجات وفتيات واختلاط بين الرجال وبين النساء، وتلقى ده بيأكل منها عيش، بيأكل منها أولاده، ده مال سحت، ويأكل أولاده من الحرام. يا ناس الإنسان يتورع من مثل هذا، يتورع من أبسط الأشياء. سبحان الله، كثير من الناس اليوم بسبب جلب الرزق يأخذ رزقه ولا يتحاشى أمن حلال أم من حرام. والله سبحانه وتعالى تكفل لنا بأرزاقنا، قال تبارك وتعالى وكأي من دابة لا تحمل رزقها. أنت بتخاف ليه؟ الناس اللي لم خافوا، الواحد يقول لك يا أخي والله ما قادرين نعيش بالطريقة دي، نشوف أي طريقة نعيش بها. يا زول الله قال لك وكأي من دابة، كده خليك أنت العاقل اللي بتقدر تتكسب وتمشي تشتغل وتفتح دكان وتفتح مغلق وكده، خليك أنت. الدواب دي، البهائم، الطيور في جو السماء، الحيتان في جو في الماء، الهوام جوا الأرض، والدواب، ربنا قال لك وكأي من دابة لا تحمل رزقها. ابن كثير عليه رحمة الله قال لا تحمل رزقها، لا تسعى في رزقها كما يسعى الإنسان. أنت بتمشي تزرع الأرض وبتمشي تصطاد الأسماك، أنت ممكن تعمل كده، الآن الحيوانات لا تستطيع أن تزرع، ما بتزرع، بتأكل من الزرعة، أنت من الزرع الإنسان واللي قوم ربنا سبحانه وتعالى. قال وكأي من دابة لا تحمل رزقها، ما بتدخر لبكرة، أنت الليلة بتشتغل بتكسب رزق اليوم ورزق بكرة بتلم عندك، بتخد قروش في البنك، بتجمع أموال ورصيد. الدواب دي ربنا قال لك أتأمل فيها، لا تحمل رزقها، أها بتموت من الجوع أبدا. قال الله يرزقها وإياكم، الله بيرزق طائر ضعيف عنده فراخ صغار بيكونوا في العش، الطائر ده ما زارع ولا عنده مصنع ولا عنده دكان، بيطلع من الصباح. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. يمرق الطائر من الصباح، انت بتكون شايل عيش معاك ولا ذرة ولا كده ولا إلى آخره، تقع منك حبتين ثلاثة في الأرض، ده رزق الطائر ده، بيمرق بتناولين، بيمشي لصغاره بيأكلهم، الله بيرزقه. أنت ربنا علمك الحلال ووراك طريق الحرام عشان تبعد منه، تمشي تاكل من الحرام وتترك الحلال. يا ناس سبحان الله، عشان كده ربنا قال الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. لذلك عباد الله ما يحملك استبطاء الرزق، أو ما يحملك
ضع فيما عندك من ذات اليد إنك تطلب بالحرام أبدا. ما تطلب بالحرام، اطلب الرزق من عند الله تبارك وتعالى بالكسب الحلال. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد.